أحيانا نشعر أن هناك فجوة ما بين الخطاب الملكي وبين استيعابنا فيه، أو نستوعب ولا ننفذ بالشكل الدقيق المأمول أو يعني الذي يهدف إليه جلالته. الآن نسأل مثلا، تحدث عن سوء الإدارة أو تحسين الإدارة، كل اللي تحدث فيه في عالم الإدارة الآن، لأنه مال كثير بلا إدارة يعني هدر أو يعني مصيبة. خلينا نقول الآن الإدارات الوسطى أو السلطة التنفيذية بشكل عام، هل يجب أن تكون السلطة ذات عقلية اقتصادية، ولا الوزير ما هي أرجعنا للمربع الأول أحيانا، الوزير هل يجب أن يكون رجلا سياسيا أم رجلا اقتصاديا، أم يعني يتصف بالصفتين معا؟ يعني أنا مش في موقع أن أقيم ماذا يجب أن يكون، بالأساس منصب سياسي. نعم. ولكن إذا بدي أعلق وأقول يعني التعليقات المتوفرة، إنه معظم يعني التعيينات أصبحت عبارة عن يعني مكافآت، أو عبارة عن مدراء يعني ذوي خبرة عالية، أو مختصين فنيين، وبالتالي قد نفتقد إلى الرؤية. يجب أن يكون السياسي أو يعني الوزير في مرتبة وزير، يجب أن يكون من الرؤية، شو بدي أحقق أنا كوزير، بدي أدخل اليوم وأطلع بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة، ماذا أريد أن أحقق ضمن سياسة الدولة. يعني سياسة الدولة جلالة الملك كل مرة في الختاب التكليف السامي بقول شيء، ولكن للأسف لا يطبق من هذا الشيء إلا شيء قليل. إذن يجب أن يكون لدى الفريق الوزاري، ومن ثم يجب أن يكون شغلة مهمة جدا قضية تفويض الصلاحيات. يجب أن يكون كل موظف في الدولة عنده صلاحيات بحجم مسؤولياته. نعم. وبالتالي عندك على مستوى خدمات، يجب أن يكون موظف مثلا من سياسات الدول المتقدمة في الأماكن اللي فيها مراجعات للمواطن، الموظف الأول الذي تراه هو الموظف الأخير الذي تتعامل معه. بمعنى آخر، مش مشكلتي أنا كمواطن أخذ معاملتي وأدور بين الموظفين، بين اللي قاعد وبين اللي نايم، بين اللي بلا مؤاخذة نعم. مش شغلي أنا كمواطن، أنت الموظف لازم تأخذ معاملتي وتفوت فيها جوا تكملها، وترجع تقول لي ناقص كذا ناقص كذا، وبعدين تعطيني اياها واروح على بيتي، بغض النظر ان كان ترخيص لمصنع، ان كان معامله جواز سفر. نعم. ان نعم. كان يعني بتحدث عن الحكومه الالكترونيه، اين الحكومه الالكترونيه التي ستمنع الكثير من الفوضى والكثير من المراجعات؟ هذا ايضا شعار باهر لم يطبق له 7 سنين شعار. نعم. اذا بس خليني اضيف كمان نقطه، عند تفعيل يعني لما يكون الوزير عنده رؤيه، والامين العام هو الاداري وليس الوزير، نعم. وهو اللي بيعرف ولا يتغير، كل سنة يتغير الأمين العام، يتغير وزير قد ما بده يغير الوزير الدائم، الوزير الدائم بالضبط. وبالتالي ومن ثم مدراء الدوائر، احنا في عنا تحجيم وفي عنا قمع لكل القيادات الصغرى والدنيا، يعني عم يصير رئيس قسم، لأنه هذول هم اللي بيشتغلوا، هذول هم الناس اللي عليهم أول شيء يعرفوا شو بصير قاعد، اثنين شو حاجة العالم لخدمات أو لشيء، وبالتالي هم يجب أن يكونوا أصحاب القرار. نعم. القرار بمستوى خدمة المواطن. نعم. هذا الحكي عندنا، الحلقات هاي كل عبارة عن قاعدة وعن رأس لأي وزارة، وبالتالي هذا خلل كبير أعتقد في الإدارة، يجب أن يتم إعادة النظر فيه وإعادة تصحيحه. والوزير الذي يعني يثبت أنه لم يستطع إضافة يعني أن يشكل إضافة نوعية للمشهد الحكومي، يعني ما في داعي خلاص من الوزراء مع تحفظات. الآن لحد رفع الحد الأدنى للأجور، طبعا حد الأدنى للأجور كلام كثير يقال عنه، نحكي عن الفئة الدنيا من العاملين والموظفين، هذا يعني يثير تساؤل أكبر اللي هو ثقافة العمل، مش ثقافة العيب، ثقافة العمل. هل نعمل لأجل الراتب ولا نعمل عشقا في العمل؟ يعني احنا على طول بسأل بعض أحيانا بشكل كتير، نطرق على خصوصية الآخر، بقول لك قد ايه بيعطوك، قد ايه بتاخذ، بس ما بنقول شو بتعمل، قد ايه بتستمتع بما تفعل كذا. يعني لسه ما زالت ثقافة العمل ثقافة متدنية، ونعمل لأجل المال، في حين دول أخرى عندها ما يسمى بإدمان العمل. نعم. هل من تغيير يطرأ؟ هلا بنحكي على دور الفرد، ما هو دور جلالة الملك ولا دور الحكومة. صحيح. أيضا الفرد مقصر. يعني برؤيتك كخبير اقتصادي وليس يعني عالم اجتماع، لست أنا مش عالم اجتماع، ولكن أنا لي خبرة في الحكومة، عملت في الحكومة وعملت في القطاع الخاص، ويعني في ضمن يعني الحياة يعني عاركنا في الحياة وعندنا الخلفية العلمية. نعم. أنا بعتقد أنه يعني في قضية جوهرية بالأساس، الإنسان عندما يبحث عن عمل ويبحث عن وسيلة معيشة، هذا أساسا، عندما
يكون الراتب أو مكافأة العمل أو سميها ما شئتي كافية لتغطية يعني حاجات الأساسية للإنسان اللي هو العامل، إذن هو يبدأ يتطلع إلى الرفاهية أو يبدأ يتطلع إلى كيف يستطيع أن يكون شيء مختلف عن التفكير الدائم. إحنا يوميا نستهلك 90% من ذهننا وتفكيرنا وتحركاتنا كيف أستطيع أن أؤمن لقمة الخبز. وجلالة الملك أول ما استلم جلالة مقاليد الحكم قال كلمة واحدة على CNN، قال أنا I want to put the butter and the bread on the table of the Jordanian citizen. بدي أحط الخبز والزبدة يعني مثل عالمي على طاولة المواطن الأردني. إذن أولا أنا بدي يعني كموظف أو كعامل في قطاع خاص أو عام أن أؤمن لأولادي وعائلتي ولنفسي إذا كان عزابي أنه أنا أساسك. لكن فهنا مهم جدا أنه نرجع لموضوع شبكة الأمان الاجتماعي، أن ترتفع الرواتب بما يوازي نسب التضخم سنويا وبما يوازي وإضافة إلى المكافآت التي تتناسب مع الجهد. لاحظي جلالة الملك تحدث عن شغلتين، اللي التضخم ربطه بالتضخم وأيضا ربطه بالكفاءة. يجب أن لا يكون واحد على حساب الأخرى في أساسيات اللي حاجة المواطن إلى الدخل، ومن ثم تشجيع وحافز للإبداع أو للعمل أكثر. هلا بيجي المواطن الأردني، هلا في عندنا عقلية إنه يا أخي شو مبلشك شو متعب بالك؟ طب ما أنت قابض راتبك قابضه. هي عقلية سلبية جدا وليست موجودة فقط نتيجة إنه مثل ما أقول ثقافة العيب فقط، وإنما نتيجة الواقع اللي حكينا فيه قبل شوي، ونتيجة أخرى لأنه الموظف ما حدا بيجي بيقول له تعال يا حبيبي شو اشتغلت اليوم؟ لأنه أقول لك خلي هذا الموظف مسكر على بابه بذش شو خلقته هذا؟ رئيس القسم أو مدير الدائرة. والآخر بقول لك ما أنا راتبي هيك جايني على مين مسؤولية؟ من يتحمل مسؤولية جعل هذا الموظف يعمل؟ هناك رئيس قسم، هناك مدير مديرية، هناك مساعد أمين عام، وأشار له في تطوير القطاع العام. وبالتالي لابد أن يكون هناك متابعة. أول شيء تفويض للصلاحية empowerment، أعطائه يعني قدرة على العمل ودون الرجوع. يعني ما على جيلك مثل بسيط مدير مدرسة، احنا عندنا في مناطق الشباب نحاول نعمل أعمال تطوعية، تيجي على 10 مدارس واحد من مدراء المدرسة بيقول لك أنا بدي كتاب من مديرية التربية. طب يا حبيبي كتاب من مديرية التربية بدي أخذ شهر بين ما أروح وبين ما يجي وضيع، وبدي أخذ جهد كثير. أنت عم بحكي لك عن طلاب عندك يشاركوا في نشاط عام، بقول لك لا، هذا مقابل مدير آخر بقول لك أنا شو اللي بدك إياه؟ بدك طالب، بدك 100، انا جاهز، انا بدي تخدمني، بدي تساعدني، والقرار من عندي انا كمدير مدرسه. لاحظوا شو الفرق بين يعني هاي امثله بسيطه. كذلك في الادارات الحكوميه يجب ان يكون لكل موظف مهما صغر او كبر صلاحيات بما يتعلق في عمله المباشر، ومن ثم يجب ان يكون هناك متابعه من رئيس قسمه او مديره او المسؤول المباشر عنه ماذا حقق في هذا اليوم. إذا العيب فينا بشكل أو بآخر، وفي تحفيز وفي تحفيز وفي عدالة في عملية المكاسب الوظيفية، وفي تحفيز أيضا لما بتعين الناس قاعدة كمان مهمة جدا. لما أنا خاش بلا مؤاخذة على أحد الدوائر وأنا بالواسطة ومش ساعن حدا وما بداومش، في موظفين في بلدية إربد الكبرى بس معي دجيل المثل أشهر ويقبض رواتب ولا يعمل شيء. جارة المال حدث عن الخدمات، هذا واحد من أسباب العجز في الموازنة أيضا. جارة المال حدث عن الخدمات السوية للمواطن أن تصل أفضل أنواع الخدمات. المواطن في خارج عمان عنده يوم المي يوم العيد، عيد المي بسموه 24 ساعة المواطن بركب وراء المي قاعد، المي تجيوش كافية. هاي خدمات يجب أن تتحسن. تتحدث عن بلديات مثل إربد الكبرى، أنا بحكي عن سكان الحصن وإربد الكبرى، تحدثي عن نفايات تعم وتطوف. مسؤولية مين؟ مش مسؤولية جهة المال. عندكم بلدية كبرى يعني كبرى، وبتخيلي انه نعاني من تلوث بيئي شديد جدا، من المسؤول؟ مش جهة الملك ولا رئيس الحكومة. اذا المسؤول في موظف صغير. دكتور مازن مرجي، احنا بنعرف في يعني مثل هذا الخطاب يضع الكرة في مرمى كل واحد فينا. صحيح. كل واحد فينا مقصر بشكل او باخر، والحد الادنى للاجور هذا مش معناه انه يصير اسير لهذا المبلغ. هذا العامل وخط بداية وليس خط وخط نهاية. بداية وهو بانتظار حوافز بالضبط. ومبدأ الثواب والعقاب يعني منذ العامل، من العامل الصغير إلى الوزير أيضا ضروري هذا في الإدارة. لا بأس يعني من تطبيقه. طبعا إحنا مش راح ننظر في عالم الإدارة، هناك أيضا خبراء أقدر على الحديث بهذه الشؤون. مع ذلك أحببنا هذا الصباح أن نقرأ خطاب جلالته من منظور آخر.
تحية لحضرتك دكتور مازن مرجي الخبير الاقتصادي، وراح نستأنس بآرائك في مرات قادمة إن شاء الله. يشرفني طبعا، شكرا. والله يحمي هالبلد، تحياتنا لك. أعزائي المشاهدين ننتقل